السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة جايين نتكلم على تركيب الهلال. امبارح جبنا فيديو لتصوير شكل الهلال، النهاردة بنركب الهلال. ده يا جماعة القبة اللي من فوق دي شكلها من قبل ما يركب عليها الهلال، علشان لما يركب الهلال نعرف احنا ركبنا الهلال على ايه. راس المثلث اللي فوق دي هي اللي هيركب عليها شكل الهلال. يلا بينا يلا بينا. ده كده راس الهلال ركبت على الخرسانه اللي هي كان راسها مدببه، تمام. لما ركبت معانا زي ما حضراتكم شايفين ركبت بالمسامير، ركبت بالمسامير طبعا اتعملت بالمسامير في الوشر بتاعها في الخرسانه. ادي راس المسمار اهو بالورده بتاعته بيمسك معانا القاعده بتاعت الهلال. طبعا اللي قدامكم دوت جبس واسمنت، يعني جبس واسمنت عشان نقفل بالمسام المفتوحه في الهلال من تحت. وزي ما حضراتكم شايفين ثبتنا القاعده بالمسامير. طبعا لسه في مرحله تانية اللي هي مرحله القراميل اللي انا بمسحها دي يا جماعه، الميه اللي هي مدمعه ونازله من الهلال لان هو لسه بيصفي ميته، انا بخبط عليه لان بشوفه مليان لحد فين، تمام، علشان المفروض ان انا هملاه لحد الاخر. طبعا لسه بقى في موضوع جديد تاني بيكلموا عليه بالنسبه لراس الهلال من فوق، بيقول لك لازم يكون راكب معاك في الزاويه العدله. يعني اهو زي ما حضراتكم شايفين كده القبله ازاي، القبله مثلا بالعدل برضو الهلال يركب بالعدل، تمام. ده كان هلال اللي هو من الصاج ومدهون دهان مميز زي ما حضراتكم شفتوا. اما الهلال اللي هيركب فوق خالص دوت، طبعا المسافه عاليه جدا فانا خفت اطلع فوق، صورته لكم وانا واقف تحت. ده المدنه وعباره عن اول دور 3 متر ونص، تاني دور 3 متر ونص، وهنا دور واحد بس اللي راكب عليه الهلال دوت برضو على ارتفاع 3 متر ونص. هنا زي ما قلنا 7 متر، بعد كده باخد المتر الاخير اللي فوق هحاول اقرب عليه علشان اظهر لكم الشغل بتاعه. زي ما حضراتكم شايفين الصنايعي شغال بيخرم برضو للقعده علشان يثبتها في الخرسانه. طبعا برضو حاطين ماسوره من جوه، الماسوره بتساعد على مسك قوام الهلال وهو في التثبيت بتاعه. زي ما حضراتكم شايفين بيخرموا للقعده. بعد ما بنخرم القاعده وبنثبتها زي ما قلت لكم بيجيبوا جبس واسمنت اسمر ويبدا يملى بيه القاعده من بره على اساس ان هو اللي يصب من جوه ما ينزلش منه على الخرسانه الثابته، تمام. زي ما حضراتكم شايفين طبعا انا بصور من بعد علشان مش عارف اطلع فوق. طبعا بيطلعوا فوق معاهم الكهرباء ومعاهم الصاروخ ومعاهم العده بتاعتهم علشان ما يحتاجش حاجه من تحت، تمام. معذرة علشان الزوم بتاع الكاميرا. زي ما حضراتكم شايفين هو دلوقتي كده بيخرم للقعدة. بعد ما بيخرم للقعدة بيبدأ يربطها بالمسامير علشان بعد كده يعمل لها اسمنت اسمر وجبس على الحراف بتاعت القعدة. وبعدين قبل ما يخرمها بيبدأ يحط عليها الميزان علشان يوزنها ويتأكد من الميزان بتاعها ان هي موزونة. بعد كده بيخرمها ويثبت المسامير، بعد كده بيصبها من جوه او اسمها بيسقيها اللي هي السقية بتاعت الاسمنت اللي هي مكونة من الاسمنت والرملة، يا اما بتبقى طرية يا اما بيزود عليها سن علشان تبقى القوام بتاعها كويس. ده الهلال اللي احنا صورناه في الاول، بعيده تاني علشان اعرف اكمل توضيح عليه. زي ما حضراتكم شايفين لازم بعد ما بيخلص يمسح الهلال كويس علشان ما تجيرش عليه ويبقى شكله وحش. طبعا في الفينش خالص هنبقى نمسحوه. زي ما حضراتكم شايفين الهلال عليه ميه، الميه ديت اللي هي الخرس ادي دوت كده راس المسمار. الميه دي بتاعت السقيه اللي هي بتدمع من الخرام، لو في خرام في الهلال بيبدا يدمع وينزل الميه اللي فيه علشان ينشف من جوه، تمام. طبعا المسامير دي طريقه من طريقه التثبيت، لسه القراميط هتيجي تغطي المسامير ديت علشان تحبس على الهلال. طبعا السقيه اللي جوه ديت هي اللي بتمسك الهلال في القايم بتاع الماسوره. طبعا الناس اللي شغاله معايا ديت شغاله في مساجد تانيه تبع الجيش، فبيقولوا ان هم وهم بيركبوا بيبقى موجود هلالات غير دوت طبعا خالص. ده طبعا عشان عندي في الشركه دوت بيبقى ميزانيته ضعيفه شويه، مش محتاج ان احنا نجيب الغالي، الغالي اللي هو النحاس اللي فوق. طبعا يعني انا دوت انا سمعت مثلا في رقم 10,000 جنيه، انا عارف ان لسه في حاجات تانيه ارقامها اكبر من كده بكتير. طبعا اللي فوق ده احنا بنثبته، حطينا فيه حديد في النص علشان يثبته يبقى جامد معانا من جوه علشان لما يسقي يبقى في عصب في الداخل بتاعه من جوه. زي ما حضراتكم شايفين ارتفاع المدنه
اول دور 3 متر ونص، تاني دور 3 متر ونص، تالت دور حوالي ارتفاع متر. تمام. طبعا لسه المبنى هتتشطب جي ار سي، ولسه هتتشطب محاره، ولسه في الجي ار سي هيركن في الشبابيك. فطبعا الحاجات دي مهمه جدا علشان بتدي شكل جميل جدا للواجهه. وان شاء الله هنتابع مع حضراتكم كل جديد. طبعا لسه في جي ار سي، ولسه في حاجه اسمها العرايس اللي بتركب على السور بتاع المسجد من بره، ولسه في خوص الجبس، لسه في شغل كتير جدا معانا ان شاء الله هنحاول نصوره. هو بس مع ضغط الشغل اللي احنا بنبقى فيه فما بنعرفش نصور الاعمال بتاعتنا كلها. المفروض انا كنت طلعت فوق هنا وصورت لكم دوت وهو بيتثبت، وهو بيتسقى. بيتسقى يعني بيتعمل الخلطه بتاعت المونه بالرمله او بالسين الزيرو علشان يصبها من جوه على اساس يبقى القوام جامد، ما يجيش اي شويه هواء، او لو في حد بيطير طياره تشبك فيه يجي يشد ومكسره لك او قطمه لك، او الهواء يجمد عليه يوقعه. فبالتالي لازم الحاجات دي بتتثبت تثبيت جيد جدا جدا بالمسامير والفيشر. بعد كده بيتحط عليها الخرسانه وتتصب من جوه. بعد كده القرموط، القراميط دي برضو اللي هي من الفخار، هيركب يجمع عليها من فوق. بكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا ان شاء الله. يا ريت ما تنسوش تعملوا لنا سبسكرايب اللي هو اشتراك، وما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لنا لايك وتدعمونا باي تعليق من التعليقات اللي هي توضح مدى اهميتكم، مدى الاهميه الموضوع ده عندكم. ولو حب حد يضيف لنا اي معلومه زياده نقول له جزاك الله كل خير، وان شاء الله نشوفكم في فيديو تاني من باقي الفيديوهات بتاعتنا، ان كان في بند التشطيبات، في كهرباء، في السباكه، في اي بنود من البنود. وان شاء الله نتابع تاني مع بعضينا.